لنقلت لنا الرساله من المخابز لحتى نتعرف اكثر على هيدي الاجواء ونعايد عمالنا بالمخابز. خلونا نروح لعند زميلتنا علا. نعم زملاء، من جديد يسعد صباحكم وصباح الضيوف المتواجدين معكم، واكيد صباح مشاهدينا متابعي قناه اوغريت وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مثل ما ذكرت نحن متجهين للمخابز لحتى نعيد عمال المخابز، العمال اللي بيضلوا فترات طويله من العمل لحتى نحصل على هيدا الرغيف بالجوده الممكنه. خليني اقول طبعا نحن هلا متواجدين بالفرن الثاني الموجود ضمن ساحه حلوم لحتى نتعرف أكثر على آلية العمل ونعيد على العمال. بالبداية رح يكون معنا مدير الفرن الأستاذ علاء ديبة. يعطيك ألف عافية أستاذ علاء وكل عام وأنت بخير. ألف خير يا رب، كل عام وأنت بخير وقائدنا وجيشنا بألف خير وعمالنا بألف خير. نحن مستمرين للعمل ضمن عيد العمال بالعمل خلال 24 ساعة ومستعدين لتلبية حاجة الأخوة المواطنين من مادة الخبز التمويني بالجودة الممكنة. طبعا استاذ علاء، عمل الفرن هو عمل شاق جدا خليني اقول، وخاصه نحن جايين هلا على فتره صيف، درجه الحراره عاليه كثير، يعني الله يعطيكم الف عافيه. حتى ضمن الاعطال انتم متواجدين، نحكي اكثر عن اليه العمل. طبعا اليه العمل عندنا نحن بتتضمن تلبيه ورديتين صباحيه ومسائيه، بننتج حوالي 27 طن يوميا من غز الاكشاك والمعتمدين ضمن احياء المدينه. الله يعطيكم العافيه. كيف فينا نحكي عن جوده الرغيف بهيدي الايام؟ عم نشوف في تحسن نوعا ما بجوده الرغيف، تحسن كبير مقارنه بالسنوات السابقه. طبعا تم تحديث الخطوط هون خطين بعام 2021 وانتاجيه كل خط حوالي 10 طن. طبعا كله بيلعب دور من العجين للالات. يعطيك ألف عافية، كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير وعمالنا وقائدنا بألف خير يا رب. كل عام وأنت هلا. يا هلا. طبعاً رح نعمل جملة ضمن الفرن لحتى نقول للعاملات والعاملين هون، إن شاء الله يا رب كل عام وهن بألف خير. مثل ما ذكرت ساعات من العمل طويلة عم بيقضوها العاملين هون لحتى يعطونا هيدا الرغيف اللي بالفعل بالجودة الممكنة. رح نكون مع إحدى السيدات. يعطيكي ألف عافية. مرحبا. بس بدنا نقول لك كل عام وأنت بخير. وانت بألف خير. يعطيكي ألف عافية. أهلا. أهلا وسهلا. ساعات عمل طويلة عم تقومي فيها. إيه والله الحمد لله. احكي لي عن آلية عملك. أنا هون عاملة سحاب، عاملة جمع، من يعني شغلنا متواصل بالأعطال بالهي، ما عندنا أعطال ولا شيء. بنشتغل يعني والحمد لله. الله يعطيك الحمد. الله يعافيك. يسلم هالأيادي. شكرا، أهلا وسهلا. شكرا. يا هلا وسهلا. خلينا أهلا وسهلا. شكرا، يسعد صباحك. يسعد صباحك. طبعا يعني رائحة الخبز ما بدي اخبركم عنها زملاء. مرحبا، كل عام وانت بخير. وانت بخير يا رب. يعطيكي الف عافية. الله يسلمك ويخليك. بدنا نحكي عن طبيعة العمل هون بالفرن بس شوي. احكي لي كل عام وانت بخير. يعطيكي الف عافية. طبعا مثل ما ذكرت السيدات هون والعمال عم بيقوموا بعمل مجهد جدا، مثل ما قلت ساعات طويلة من العمل حتى بظروف الشوب، بظروف البرد، بكل الظروف هن متواجدين لحتى يقدموا لنا الرغيف بالجودة الممكنة. رح نحاول ناخذ لقاءات من بعض العاملات كمان. مرحبا. اللي عندي شوي. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. تعرف على حضرتك. وداد يوسف. يا اهلا وسهلا، تحكي لنا عن طبيعة عملك هون. 24 ساعة. يعطيكي ألف عافية. بدنا نقول بمناسبة عيد العمال. كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير، يعطيكي ألف عافية. يا رب. شكرا لحضرتك. هلا هلا، أهلا وسهلا فيك. شكرا. طبعا زملائنا هيك كانت الاجواء هون ضمن الفرن الموجود بساحه حلوم الفرن الثاني. بدنا نشوف المدام اذا تفضلي لعندي. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بألف خير. يعطيكي العافيه. كل عام وانت بخير. يعافيك وانت بألف خير. تعرف عليك. زينه سكير. يا اهلا وسهلا. احكي لي عن ساعات العمل الطويله، كيف نحن قادرين انه نتحمل هيدي الساعه؟ نحن متعودين على ساعات العمل الطويله ومبسوطين يعني. آلية عملك انت هون، شو طبيعة شغلك؟ أنا هون بعرس، بعبي للمعتمدين الخبز على العدد وبزين على الوزن، وهيك كل شيء بده يكون نظامي يعني. الله يعطيك ألف. الله يعافيك. يعني دائما متعودين على إنه المرأة تكون شريكة بالعمل، كل شيء دائما يخلي لك هالضحكة. شو بدنا نقول بمناسبة عيد العمال؟
عيد العمال ان شاء الله ينعاد عليهم بخير وصحه، وعن جد العمال عم يتعبوا كثير 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 وبيستحقوا يعني بيستحقوا لقاء تعبهم، عرفت شلون؟ وينعاد عليهم بخير وصحه. ينعاد عليك، واكيد نحن ان شاء الله يا رب كل مطالبنا نحن كعمال اكيد تكون محققه. يعطيك الف عافيه. ان شاء الله، يعطيك العافيه. شكرا لك. تسلمي لي. طبعا زملائنا بالاستوديو هيك كانت جولتنا ضمن فرن الثاني بساحه حلوم. طبعا اكيد نرجع نقول ساعات طويله من الشغل هون لمعامل لعمال المخابز، خليني اقول اكيد يعطيهم الف عافيه وتسلم هالايادي. اكيد ما ضل غير اني اتشكر كل حدا تابعنا لليوم على هوا قناه اوغيريت واكيد على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. العوده لكم زملائنا بالاستوديو. أكيد بدنا نعايدك من جديد علا، وبدنا نتشكر كل الكوادر الموجودة بالمخابز، يعني بنشوف فعلا جهوزية تامة، ما بيشوفوا العطلة، دائما عم بيكونوا حاضرين لا يعطونا رغيف الخبز. أكيد بدنا نتشكركم وبنقول لكم كل عام وأنتم بخير.